اهلا وسهلا ومرحبا بالاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء. كاين بعض الناس اللي كيضيق عليهم الحال، كيكثروا من المشاكل او لا ما كيبقوا فاهمين والو، كتكون واحد الضبابيه وما كيبقاوش يعرفوا شكون الصديق من غير الصديق الى اخره الى اخره، وهادشي كيتسبب لهم في ازمات ربما نفسيه ولا الى اخره. ولهذا كان عندي واحد التامل مسائي درته في 4 جانفي 2021 لمعالجة هذه الأمور هذه بطريقة يعني سهلة وبسيطة. إذا اشتد حزنك من جراء كيد الأشرار وخبت مكرهم، فما عليك سوى التفكير في جحيم جهنم التي أعدت لكل السيئين، وفي نعيم الجنة التي أعدت لكل الطيبين. فالحياة جميلة بالنسبة للأخيار، لأنها تعدهم بحياة سامية في جنة الخلد الأبدية. هيا افرح وامرح واحتفل بقدر الموت القريب العادل من الحق العدل، واترك الحزن العميق الخفية للأرواح الشقية الفاسدة المتسخة، لأنها تعلم أنك تعرف مآلها المحتوم، وقل فقط الحمد لله. طيب، والآن عندنا واحد الوصفة سهلة طبيعية، تابعوني شوفوا. ألو، عندنا هذا سيتي تيلو باغ موشتي، درعية نقولوا درعية، ما عرفتش بالضبط شنو هي، باغ موشتي لو باغ. مزيان، الوصفة سهله هذه، ما نديرو لها لا زعتر لا كمون لا ملحه حيت هي بنينه اصلا. الو نجيبوها بكل بساطه ونديروها الشوا فوق الفخر هكذا، ولكن غادي نديرو لها شويه الزيت البلديه. فوالا، وباش نكملو الطبق، اون طوماط هكذا، هي لا طوماط كنديرها لداخل، عاطي لا طوماط لداخل خاصها تكون، فوسط الفخر، شي بطاطا حلوة، وهذه الفلفلة الحارة. هادو حتى هما داخل، والفلفلة العادية، ها هو دابا الطبق ديالنا كيوجد، ونرجعو توتاليغ ونشوفو هادشي هذا كيفاش غادي يجي. تطالو هو في انتظار توجد الحوته ديالنا. نجيو نشوفوا هاد البريكات لي بون بيتي كانار، وهنا في هاد القنيته هادي كان بيتي ريفوج عندهم بامبو كيديروا فيهم البيض وداكشي، ولكن مع امطار الخير اللي جات الاخرانيه داك البيض يعني غمروا المياه وما بقاش كيمكن لهم يحافظوا عليه. ايوا جينا حنا درنا واحد المجهود استثنائي وجبنا لهم هاد البراكه هادي، يعني مجهود كبير درناه وجبنا لهم هادو، ولكن المشكله ما بغاوش يدخلوا، مازال ما بغاوش يولفوا هاد البريريكه هادي، واخا طيح الشتا مازال ما كيدخلوش. الله يعجب، ولفوا ما غير داكشي ديالهم داك لو بومبوم، والله اعلم. وحنا دابا كنديروا التجارب، حتى الماكله درناها لداخل بس زعما يدخلوا ساعه والو، كيجيو غير الباب البرا كينقبوا ويسلتوا. ايوا المهم دابا نشوف، واخا ونمشيو نشوفوا الحوته ديالنا فين وصلت. الحوته وجدات تماما، وريك الخضيره حتى هي، واخا دابا غادي نديرها في الطبق.
الطبق ديالنا الطبيعي. ها الحوتة. دابا ناخذ المطيشه ديالنا والفلفلة والفلفلة الحارة. طيب بالنسبة للبطاطا الحلوة مازال ما نقدرش على خاطرها غندوقو هادشي هذا. بسم الله رائع. ها الفلفلة ايوا هذه راه وصفة جد موفقة. خليتكم على خير وبصحة جيدة وإلى اللقاء إن شاء الله أيها الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء.